1897 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، والكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يسعدني أن أعرض على مجلسكم الموقر مشروع قانون رقم 6913 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1397 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي. وكما تعلمون يحصر القانون الأصلي رقم 1397 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي تأسيس هذه المجموعات من طرف الأشخاص المعنويين فقط دون الأشخاص الذاتيين، الشيء الذي لا يسمح لهذه الفئة أي الأشخاص الذاتيين من تطوير التعاون فيما بينها ومن تيسير إدماجها في النسيج الاقتصادي. وانطلاقا من تجربة هذا القانون ومن التجارب الدولية، واعتبارا لما تشكله المجموعات ذات النفع الاقتصادي من رافعة لتطوير روح المبادرة والمقاولة وتيسير ولوج الأشخاص الذاتيين لهذا النوع من التعاون وتقوية قدراتهم في مواجهة توسع الأسواق، يسعى هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل مخطط العمل للجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2013 إلى تمديد نطاق تطبيق القانون رقم 1397 إلى الأشخاص الذاتيين، وذلك بغاية منحهم فرصة إنشاء مجموعات ذات النفع الاقتصادي على غرار ما هو مسموح به اليوم للأشخاص المعنويين. ومن شأن هذا المشروع أن يمكن الأشخاص الذاتيين من التعاون فيما بينهم وتطوير نشاطهم الاقتصادي، مستفيدين بذلك من المصالح المشتركة التي توفرها هذه المجموعات. وتثمينا لهذه الأهداف، يسعى هذا التعديل إلى تمكين المجموعات ذات النفع الاقتصادي المكونة من قبل الأشخاص الذاتيين. إذن كاين أولاً هدف أول، وهو تمكين الأشخاص الذاتيين من تكوين المجموعات ذات النفع الاقتصادي. وبطبيعة الحال الهدف الثاني هو تمكين هذه المجموعات المكونة من قبل الأشخاص الذاتيين من الاستفادة من المميزات التي يوفرها القانون 1397 والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية. أولاً، توفير خدمات مشتركة للأشخاص الذاتيين المنضوين تحت هذه المجموعات. ثانياً، إمكانية تأسيسها دون إلزامية توفر الأسمال. ثالثاً، إدارة هذه المجموعة وفق شروط العقد التأسيسي. رابعاً، استفادة المجموعة من الإعفاء الضريبي. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يرمي إلى إدخال تعديلات جوهرية عبر المحاور كما سبق، تمديد نطاق التطبيق إلى الأشخاص الذاتيين، إمكانية استمرار المجموعة في ممارسة نشاطها بقرار من جمعية أعضاء المجموعة في حالة وفاة أحد الأعضاء الذاتيين، وإضافة حالة تتعلق بحل المجموعة كالوفاة أو عدم الأهلية. تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، باختصار أهم مضامين مشروع القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المعروض على أنظاركم. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسكم الموقر على تجاوبهم مع هذا المشروع وعلى اقتراحاتهم البناءة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. للسيد النائب المحترم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكر السيد الوزير المنتدب على المواكبة ديالو لينا مع هذا القانون، نيابة على الوزير الصناعة والتجارة اللي كنتمنوا أنه يحضر معنا، لأنه ما عرفناش واش مقاطعنا ولا ما عرفتش، لأنه دائما ينيب عنه وزيرا آخر. كنتمنوا يكون المانع خير ونشوفوه في قوانين أخرى إن شاء الله. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، السيد الوزير المحترم، السيدة الوزيران أو السادة الوزراء،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق المعارضة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 1363 المتعلق بمجموعات ذات نفع اقتصادي. لقد ارتأت الحكومة أن تقدم هذا المشروع لتعديل المادة الأولى وبعض المواد المرتبطة بها من القانون المتعلق بالمجموعات ذات نفع اقتصادي الصادر في فاتح أبريل 1999. لا يمكن أن نختلف حول أهمية هذا التعديل وكذا أهمية المجموعات ذات النفع الاقتصادي باعتبارها إطاراً قانونياً وهيكلاً اقتصادياً مناسباً يمكن من مواجهة تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية بالتعاون وتركيز الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من التقدم التكنولوجي والانفتاح على الأسواق الخارجية وتحسين جودة وشروط المنافسة. صحيح أن التعديل المقترح له أهمية بارزة بالنسبة للنسيج مقاولاتي واسع من منظومتنا الاقتصادية، إلا أن الحكومة أخلفت فرصة أخرى للقيام بإصلاح أكثر شمولية وحقيقي لهيكل من هياكل الإنتاج يعوزها في ذلك، وكما كانت دائماً الرؤية الاقتصادية المتكاملة والواضحة، حيث عوض أن تراجع الحكومة العديد من مواد هذا القانون الذي يعود إلى 15 سنة خلت والذي يضم 71 مادة، حيث يمكن لتقييم موضوعي للعمل به أن يظهر مجموعة من العوائق فرضتها من جهة التطورات التي عرفها نسيجنا الاقتصادي والتحولات الهيكلية التي عرفتها منظومتنا الإنتاجية خاصة بعد الاستراتيجيات القطاعية والبرامج التنموية المنطلقة منذ سنة 1999 تاريخ صدور هذا القانون. ومن جهة أخرى الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية وتداعياتها على اقتصاديات شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين خاصة في الاتحاد الأوروبي. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، لقد كان من المفروض أن تكون للحكومة رؤية اقتصادية مندمجة ومتكاملة من أجل النهوض بالنسيج المقاولاتي خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن تكون لها رؤية إرادية لتطوير المجموعات ذات النفع الاقتصادي لما تشكله من إطار قانوني يمكن هذه المقاولات من تقوية تحقيق التراكم الرأسمالي والتكامل بين أعضائها في استعمال وسائل الإنتاج وفي تحسين وتقوية الإنتاج وكذا توفير الظروف اللائقة للتسويق. ومن أجل استغلال الفرصة السانحة والتجاوب مع انتظارات نسيجنا المقاولاتي وانسجاما مع منظور اقتصادي متكامل يقوم على تعزيز قدراتنا الإنتاجية وعصرنة هياكل الإنتاج، ارتأينا في فرق المعارضة أن نعيد النظر في هذا القانون برمته من أجل ملائمته مع متطلبات المرحلة وجعل مواده وأحكامه تتماشى مع مستلزمات إعطاء نفس جديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار اقترحت فرق المعارضة مجتمعة إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهم صميم مقتضيات القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، وذلك من أجل الارتقاء بالوضعية القانونية للمجموعات وتجويد النص وملائمته مع روح الدستور وعن المستجدات القانونية التي همت العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وجعله كذلك يواكب التحولات والتطورات التي تطرأ على اقتصادنا. وقد شملت هذه التعديلات النقاط التالية: أولاً، تبسيط مسطرة تأسيس مجموعات ذات النفع الاقتصادي. ثانياً، الارتقاء بمقتضيات عقد تأسيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى جعله وثيقة قانونية قوية ومؤطرة لتدخلات المجموعة. ثالثاً، توضيح الصفة التجارية للمجموعات ذات النفع الاقتصادي. رابعاً، ملائمة قانون مجموعة ذات النفع الاقتصادي مع أحكام مدونة العامة للضرائب خاصة فيما يتعلق بعمليات وعقود تأسيس والزيادة في رأس المال وتمديد وحل المجموعات. خامساً، توضيح علاقات العضوية بين الأعضاء والمجموعة من جهة والعلاقات التجارية بين المجموعة والأغيار من جهة أخرى. سادساً، إلزام المجموعة ذات النفع الاقتصادي بأن تلجأ إلى خدمات خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسباتها، وذلك انسجاماً مع قانون مع مشروع قانون المحاسبين المعتمدين الذي سوف نعتمده هذا اليوم إن شاء الله. سابعاً، تحديد وتوضيح أجهزة التسيير وشروط انعقاد جمعية أعضاء المجموعة. ثامناً، ملائمة تقادم دعاوي المسؤولية ضد متصرف أو متصرفي المجموعة مع التشريعات الجنائية الصادرة حديثاً بعد صدور القانون المتعلق بمجموعات النفع الاقتصادي. تاسعاً، وضع المواد التي تمنع مجموعات النفع الاقتصادي من أن تصبح لوبيات أو مجموعات احتكارية.
تلكم السيد الرئيس، أستاذ الوزراء، زميلات والزملاء النواب، أهم المحاور التي أطرت التعديلات التي اقترحتها فرق المعارضة في محاولة لتصحيح الاختلالات وتجاوز المعيقات التي يطرحها القانون الحالي وتجويد النص وجعله يواكب حاجيات المقاولات الصغيرة والأشخاص الذاتيين في التكتل والتعاون. لكن وللأسف برهنت الحكومة مرة أخرى على محدودية نظرتها الاقتصادية الاستراتيجية المنسجمة، وغابت عنها كعادتها المقاربة التشاركية والتجاوب البناء مع مقترحات فرق المعارضة، حيث رفضت الحكومة بتعنت غير مسبوق وتشنج غير مبرر جميع التعديلات المقترحة بدون استثناء، على الرغم من أهميتها في تجويد النص الحالي، وضيعت بذلك على الاقتصاد الوطني فرصة أخرى من فرص الارتقاء بالتشريعات المتعلقة به، والتي من شأنها أن تساعده على الولوج إلى نادي الاقتصاديات المنبثقة إذا ما توفرت الشروط الملائمة لذلك. الولوج إلى نادي الاقتصاديات المنبثقة ليس شعاراً، خصنا نخدموا عليه. إننا ندعو الحكومة من جديد وبكل مسؤولية وبروح وطنية عالية، ونحن على أبواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن يتسع صدرها لاقتراحات فرق المعارضة من أجل تجويد النصوص القانونية وجعلها أكثر تجاوباً وانسجاماً مع تطلعات المواطنات والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً السيدة النائبة المحترمة. نمر الآن إلى عملية التصويت. المادة الأولى وتتضمن عدد من المواد التي سنعرضها للتصويت تباعاً. أعرض المادة واحد للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 70، المعارضون 23، الممتنعون 6، ممتنعون، الموافقون 70، المعارضون 23، الممتنعون الموافقون 70، الممتنعون 23. الموافقون 70، المعارضون لا أحد، الممتنعون 23. المادة 2 ورد بشأنها تعديل من فرق الأغلبية، فرق المعارضة. الكلمة لأحد مقدمي التعديل فليتفضل. تفضل السيد نايم. السيد الرئيس، هاد المادة في الحقيقة عندنا فيها تعديلين عندهم واحد طابع شكلي، ولكن في الحقيقة عنده أهمية لا يستهان بها. فالنص الأصلي تيقول يجب على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساساً لحساب أعضائها، وحنا كنقترحوا على انه هذا التعبير ديال اساسا يجب ان يحذف انسجاما مع مقتضيات روح الماده الاولى، اذ يتعين حذف هذه الكلمه حيث ان صياغه هذه الفقره تترك المجال مفتوح للمجموعه ان تشتغل لحسابها. اذا حتى لا تشتغل المجموعه لحسابها قلنا بانه هذه الكلمه اساسا يجب ان تزول. ثم إن هناك في الفقرة أخرى أن تحل محل أعضائها، كتقول الفقرة ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال. هاد الجملة هذه بأي شكل من الأشكال كذلك نقترح أن تحذف، حيث أن الصياغات هذه الفقرة تضم تناقض. من جهة لا يجوز للمجموعة أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، ومن جهة أخرى يجوز لها بصفة ثانوية استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي. ولهذا نقترح إزالة هذه الكلمة والجملة. وشكرا. كلمة الحكومة سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، وشكرا سيد النائب المحترم على هذا التعديل. بطبيعة الحال هذه مادة لم تكن موضوعة تعديل من طرف الحكومة، والارتأى الفريق المحترم أن يدخل هذا التعديل. أنا فقط كما نبهت إلى ذلك في اللجنة ديال المالية، هذه المادة
في مقتضياتها وفي تنزيلها لا تطرح أي إشكال، بل توفر المرونة اللازمة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي. ولذلك نرفض بكل هدوء وأخوة هذا التعديل. الكلمة لأحد المعارضين للتعديل؟ هل من معارض؟ الكلمة لأحد المؤيدين؟ هل هناك من مؤيد؟ أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 25، المعارضون 71، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 10 للتصويت كما صادق عليه اللجنة. الموافقون نفس العدد. المعارضون لا أحد. الممتنعون 25. المادة 16 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة. الكلمة لأحد مقدمي التعديل فليتفضل. تفضل السيد نائب. شكرا سيد الرئيس. هذه المادة سيد الرئيس، عفوا اخوان سمعوا سيدة النواب المحترمين، كنقترحوا فيها إضافة واحد الفقرة، بحيث الفقرة الأصلية تقول يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد. احنا الفقرة التي نضيف نقول يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية ويعتبرون متضامنين، ولا يجوز لدائن المجموعة متابعة عضو أو أكثر من أعضائها من أجل أداء ما على المجموعة من ديون. هذه الفقرة هي اللي أضفناها، قلنا لأنه لا يمكن أن تكون أي اتفاقية تبرمها المجموعة إلا ملزمة لجميع أعضائها، وتحدد الاتفاقية المبرمة مع الغير شروط وكيفيات استرداد الديون من المجموعة ومسؤولياتها ومسؤولية كل عضو، وبالتالي لا داعي في وضع مسطرة في هذا القانون تتيح إمكانيات متابعة الأعضاء، فالأعضاء مجتمعين مسؤولون عن التزامات المجموعة، فأمام الأغيار لا يمكن تجزئ الالتزامات ولا يمكن التنصيص على خلاف ذلك في هذا القانون، وإلا فإن العضو هو من يبرم الاتفاقية مع الغير. كلمة الحكومة السيد الوزير تفضل. سيد الرئيس، هذا التعديل للحذف ديال الفقرة التي تقترح من شأنه بطبيعة الحال أن يضع إشكال بالنسبة لضمان حقوق الدائنين، لأن المجموعة القانون يضمن للدائنين ديالها الحق في متابعة الأعضاء بعد توجيه الإنذار لهم. من شأن حذف هذه الضمانة التي تعطى للدائنين أن يشكل إشكال بالنسبة للمجموعات، ولذلك فالتعديل غير مقبول. هل هناك من معارض؟ كلمة لأحد المؤيدين. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 24، المعارضون لا أحد. المعارضون عفوا التعديل 75، الممتنعون لا أحد. المادة 18 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة. الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل. المادة 18، من يقدم المادة 18؟ تفضل. نعم فعلا هذه المادة كذلك أضفنا لها واحد جملتين. هذه المادة تتعلق بما يلي: يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. حنا كنقولوا يجب تغييرها على الشكل التالي:
يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت بعد موافقة جميع الأعضاء إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار. ثانياً، مساهمته فيها كلياً أو جزئياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد مع مراعاة حق الشفعة للأعضاء الآخرين. فنظن على أن ما نطالب به مسألة منطقية، يجب اتفاق المشاركين على دخول أو تفويت واجب واحد العضو، وفي الفقرة الثانية نتيح حق الشفعة في القسم المفوت لأحد أعضاء المشاركين، ونتمنى أن هذا التعديلين يروقان السيد الوزير هذه المرة. كلمة السيد الوزير. سيد النائب المحترم، هو غير غير باش نذكر بالروح ديال هذا القانون، كاين جانب هذا القانون يضع الأساسيات ديال التكوين وديال التعامل بين الأعضاء داخل المجموعة، ويسمح للعقد التأسيسي بالتدقيق في هذه الأمور. لا شيء يمنع العقد التأسيسي من أن ينص على موافقة الجمعية أو حق الشفعة أو كذا أو كذا، وبالتالي لضمان المرونة لتأسيس لهذه المجموعات كاين مجموعة من الأمور الأساسية، ولكن كاين العقد التأسيسي الذي يضمن المرونة اللازمة، لذلك فهذا التعديل غير مقبول. كلمة لأحد المعارضين للتعديل. كلمة لأحد المؤيدين. أعرضوا هذا التعديل للتصويت. الموافقون 24، المعارضون 75، الممتنعون لا أحد. المادة 19 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة. الكلمة لأحد مقدمي التعديل، فليتفضل. سيد النائب تفضل. هذا كذلك واحد التعديل، يعني يقتضي إزالة واحد الفقرتين. يقول الفصل أو المادة: يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة، وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح في تسيير المجموعة. حنا كنقولوا هذا: وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح، تزول هذه الفقرة، ونتوخى من هذا التعديل ضمان حقوق أعضاء المجموعة وسلامة القرارات المرتبطة بالعزل بحصر الأسباب الموجبة للعزل في العقد، وكذلك ضرورة بت القضاء في جميع طلبات العزل حتى ولو نص العقد على خلاف ذلك، وهو السبب الذي أدى بنا إلى حذف في الفقرة الثانية ما لم ينص العقد المجموعة على خلاف ذلك. يعني أنه بعض التوضيحات، النصوص القانونية معروفة والتوضيحات لا سيما في المسائل العامة بحال هاد النصوص هادو، كنظنوا على أن هذه التوضيحات ضرورية، ولهذا طلبنا أن يحذف الفقرة الأولى، الجملة من الفقرة الأولى، وكذلك أن نضيف: ولا يتم هذا العزل إلا بقرار من المحكمة المختصة بطلت من ثلث الأعضاء الآخرين على الأقل. يعني أنه هذا فيه دفاع، فيه حفاظ لحقوق المتعاقدين. وشكرا. كلمة السيد الوزير تفضل. شكرا السيد الرئيس. هذا التعديل غير مقبول لنفس الاعتبارات. كاين اختلاف ما بين كيف ما قلت القانون أن يحدد الأساسيات التي على أساسها ستبنى هذه المجموعات، ويترك الباقي للتعاقد. هادو فاعلين اقتصاديين عارفين شنو تيديروا، وبالتالي العقد التأسيسي فيه واحد لذلك لا يمكن أن ننص داخل القانون على كل شيء، لذلك فالتعديل غير مقبول. كلمة لأحد المعارضين. أحد المؤيدين. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون
24 المعارضون 69 الممتنعون لا أحد. المادة 24 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة الكلمة لأحد مقدمي. التصويت كم على المادة كم؟ لم ترد المادة، لم ترد. المادة 24 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة الكلمة لأحد مقدمي التعديل. هذه المادة سيد الرئيس كتقول على أنه في إطار العلاقات مع الأغيار يلزم المتصرف أو المتصرفون المتصرف أو متصرف المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها ولا يعتد بها تجار الأغيار بأي حصر للسلطة، وتكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي تتجاوز غرضها ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأنها تتجاوز غرضها أو أنه لم يكن لجهل ذلك اعتبارا للظروف. هذه الفقرة هذه طلبنا بإزالتها بأتمها من تكون المجموعة ملزمة إلى آخره، وأضفنا عوضها واحد الفقرة تقول ولا يجوز التعرض تجاه الأغيار استنادا إلى مبدأ ازدواجية أو تعدد التوقيع الملزم للمجموعة إلا بعد إجراء الشهر القانوني لهذا المبدأ. وبررنا هذا التعديل هذا بكون بالنسبة للحذف الأول قلنا يتعين حذف هذه الفقرة على اعتبار أن التعاقد خارج الغرض الذي أنشئت من أجله المجموعة يعتبر مخالفا لعقد المجموعة ولا يمكن الدخول في إشكالية الالتزام بهذه العقود من عدمه، وهل الغير كان على علم بذلك أم لا. وبالنسبة للفقرة التي أضفناها قلنا يعني نبررها بالحفاظ على التدبير السليم للمجموعة لكي يمكن لهذه الأخيرة أن تتبنى مبدأ التوقيعات الثنائية لمراسلتها. هذا جميع من المؤسسات عندهم هذه المسألة ديال التوقيع الثنائي، وذلك من طرف متصرفيها في هذه الحالة يجب شهر هذا النمط التدبيري حتى يتأتى مواجهة الأغيار به في حالة النزاعات. وشكرا. كلمة السيد الوزير. السيد الرئيس، هذا التعديل غير مقبول للاعتبار التالي، لكون أن الهدف من المادة الأصلية قبل التعديل هو الحفاظ في نفس الوقت على حقوق المجموعة وعلى حقوق الأغيار، توازن بين المجموعة وبين الأغيار. طبيعة الحال المادة تنتكلم على منين يكون الغرض ديال المجموعة لا بد من الحفاظ، حينما تتجاوز المجموعة غرضها ويكون الأغيار على علم بذلك والمجموعة على علم بذلك فلا بد أن نحافظ على مسؤولية المجموعات تجاه الأغيار، لذلك فالتعديل غير مقبول. كلمة لأحد المعارضين. أحد المؤيدين. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 24 25 المعارضون 70 الممتنعون لا أحد. المادة 28 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة الكلمة لأحد مقدم التعديل. تفضل سيدنا. كاين الحكم. هذا النص يتعلق بتقادم الدعاوي، وتيقول النص الأصلي أن تتقادم الدعاوي دعاوي المسؤولية ضد المتصرف أو المتصرفين فردية كانت أو جماعية بمضي 5 سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو من تاريخ اكتشافه إذا تم إخفاؤه، غير أنه إذا اكتسى الفعل صفة جنائية تقادمت الدعوة بمضي 20 سنة. هذا النص. احنا زدنا واحد الفقرة تنقلوا تطبق أحكام القانون
المسطرة الجنائية على تقادم دعاوي المسؤولية ضد المتصرف أو المتصرفين فرديين كانت أم جماعية، سواء اكتسب الفعل صفة جنائية أو جنحية أو مخالفة. يعني هنا وسعنا الدائرة ديال يعني المسؤولية، وبررنا هذا لأن وقلنا يتعين مراجعة مدة تقادم الفعل ذو الصفة الجنائية على اعتبار التعديل الذي طرأ على القانون رقم 1135 صادر سنة 2011 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث أن المادة 5 من هذا القانون تنص على تقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قواعد خاصة على خلاف ذلك بمرور 15 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية، 4 سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، وسنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة، وذلك حسب التعديل الذي عرفت هذه المادة بمقتضى قانون 1135 كما قلت صادر سنة 2011. كلمة الحكومة، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. طبعا الارتباك الذي حصل في إدارة هذا الزمن فرض على السيد الوزير التحاق بالغرفة الثانية إجابتي على بعض الأسئلة. الحكومة ترفض هذا التعديل بحكم أنه يلغي حالة تقادم دعاوى المسؤولية والتي تعتبر قاعدة أساسة في إدارة المجموعات ذات النفع الاقتصادي. شكرا سيد الرئيس. كلمة لأحد المعارضين للتعديل، كلمة لأحد المؤيدين. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 25، المعارضون 71، الممتنعون لا أحد. المادة 35 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة. الكلمة لأحد مقدمي التعديل، تفضل السيد نائب. فيما يتعلق بهذه المادة أضفنا واحد الفقرة، لأن المادة كتعلق بإمساك المحاسبة بالنسبة لهذه الجمعية ذات النفع الاقتصادي، وقلنا في هذه الفقرة الإضافية يجب على كل مجموعة ذات نفع اقتصادي لا تتوفر على محاسب أجير أن تلجأ إلى خدمة خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسبتها، ويتعين التنصيص على ضرورة هذا التعاقد ما بين المجموعة والمحاسب ذات النفع الاقتصادي التي لا تتوفر على محاسب أجير. إذا ما كانش عندنا محاسب الأجير يجب عليها أن يعني تتوفر على محاسب من الأغيار، إما خبير أو محاسب أو محاسب معتمد. وشكرا. كلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير. سيد الرئيس، التعديل كذلك مرفوض لأن المقتضى الوارد في هذه المادة بخصوص مسك محاسبة المنتظمة لعمليات المجموعة حسب طبيعة نشاطها جاء بصفة عامة، ولم يشترط التوفر على محاسب أجير بالمجموعة، ومن ثم تعتبر إمكانية التعاقد مع خبير المحاسب أو محاسب معتمد تبقى واردة، كما أنه من الناحية العملية لم تطرح هذه المادة أي إشكال عملي أمام المجموعات ذات النفع الاقتصادي. كلمة لأحد المعارضين، كلمة لأحد المؤيدين. تفضل سيدنا. شكرا سيد الرئيس. هاد المادة جات في السياق التالي، على أن هذا القطاع هاد المجموعة ذات النفع الاقتصادي فيها إشكال، فيها سوء تدبير، وكاين مشكل لأن الناس ما كتعرفش تسير. وملي كنذكروا على أنه النص اللي جا كيتذكر على أنه تمسك محاسبة منتظمة لعمليتها، كاين إشكال، لأن هذه العملية قد يديرها أي واحد، وهذا هو الإشكال. السيد الوزير اللي قلته ديما ما كيطرحش مشكل، كيطرح مشكل، وحنا كنا حريصين على أن هاد المجموعات تنجح،
وإلا عادي تنجح ما يمكنش يكون عي مسك المحاسبة هكا وفق مهم هكا عادية، خاص يكون شي واحد فيها مسؤول. علاش؟ علاش حنا التعديل ديال المعارضة جا كيقول على أنه خصا محاسب أجير أو محاسب معتمد أو خبير؟ علاش؟ باش يضمن لها الاستمرارية، لأن رأس المال ديالها حد ذات النفع الاقتصادي كاين اللي كيفوق تقريبا 20 مليون ديال الدرهم. حنا مع البلاد، مع المصلحة ديال هاد المجموعات، لأن هاد المجموعات هاد المحاسبة فيها مجموعة ديال المتدخلين، فيها كيفاش هذا الواحد إلا ما كانش متمكن من المحاسبة كيفاش غادي يقدر يتفرقوا داك لي زاكسيون اللي غادي تعطاو الأرباح، إلا ما كان شي واحد متمكن كيفاش يمكن له غادي يستطاع، لأن كيكون فيها صفقة البيع، كيكون فيها الاستخمادات، كيكون فيها واحد المجموعة ديال الأشياء، فيها تصاريح ضريبية اللي ماشي سهل. أنا كنقول غيرة على هذا الوطن وغيرة على هذا من ضمنها هاد المجموعات، راه ماشي نقولوا دير ما كنخلقش مشكل، راه فيها مشكل الآن، والآن راهم مطالبين دابا الآن كيقلبوا على شكون اللي مولهم بالمادة، لأنهم واحد العدد منهم وقف. لهذا التعديل ديالنا راه كان في المصلحة ديال البلاد وفي المصلحة ديال هاد المجموعات لإنقاذها، لأنها تعرف مشاكل، لأن السيد الوزير قال ودي بأن أمور عادية. نقول لكم السيد الوزير ليست بأمور عادية، وشكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 25، المعارضون 68، الممتنعون لا أحد. المادة 36 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة، الكلمة لأحد مقدمي التعديل فيها. تفضل. مشكورا. تفضل سيد نائب. هذه سيد رئيس، هذه واحد الفقرة أضفناها للمادة 36، كنقولوا فيها وفي كل الأحوال تكون الموافقة على الحسابات في غضون 6 أشهر بعد انصرام السنة المالية المعنية، ويتم نشرها في الشهر الموالي لتاريخ الموافقة عليها. هذه ما كانتش، هذا توضيح عاود ثاني جبناه من أجل إيضاح حقوق الملزمة، وهذا الغرض منه هو تفادي التأخير وإبلاغ الأغيار بالوضعية المالية للمجموعة في أجال معقولة. ما نخليو شيء هذا الشيء يبقى مفتوح إلى أجال معينة، وإنما حصرناها في واحد المدة ديال 6 شهور. وشكرا السيد الوزير. كلمة السيد الوزير. تفضل. شكرا سيد الرئيس. الحكومة تؤكد كذلك أن التعديل مرفوض لأنه لا يطرح إشكال من ناحية العملية أي الممارسة. شكرا. كلمة لأحد المعارضين. كلمة لأحد المؤيدين. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. اسمحوا لي الإخوان النواب والنائبات، لأنه هذه المسألة ما كطرحش إشكال، كطرح إشكال. اسمحوا لي راه كطرح إشكال. علاش كطرح إشكال؟ لأنه في الوقت اللي ما عاد يحطش المصادقة ديال الشركاء في 6 شهور عاد تراكم المشاكل عاد يتراكم. وهذا الشيء علاش حنا اقترحنا ودي داك محاسب ومحاسب معتمد يكون كيعرف اش كيدير لإنقاذ هذه المجموعة. ولهذا إلا ما جيناش 6 شهور، اللهم نحدوا المشكل في 6 شهور ولا نخليوه يتفاقم. هاد اللي قلنا ودي مسك محاسبة منتظمة شنو معناتها؟ معناتها سير على الله إلى حين. حنا غير على هاد المجموعات اللي فيها شركة دولة وشركة فيها أجانب، وكل الإخوان كل معي يتفقوا معي لأنه يغيو الخير البلاد، كان خاص هاد العملية ديال الداخل 6 شهور. حنا على كل حال حنا تعديل درناه، وحنا الأمانة كنوصلوها للإخوان النائبات والنواب على اعتبار أن هاد 6 شهور راها كانت مهمة لاستمرارية، ماشي ما كنخلقش مشكل، لاستمرارية، لأنه غدا اتفاق من المشاكل. وشكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 22، المعارضون 67، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 39 ورد بشأنها تعديل من فرق المعارضة، الكلمة لأحد مقدم التعديل. تفضل سيدنا. إيس. هذه واحد المادة كذلك ذات أهمية كبيرة، يعني كيقول النص الأصلي يمكن أن يتولى مراقبة الحسابات المجموعة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه أعضاء وفق الشروط المحددة في العقد. احنا أضفنا
لهذه الفقرة واحد الجملة قلنا يمكن أن يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أو عدة مراقبين يعينون بقرار تتخذ أعضاء وفق الشروط المتفق في العقد عند تأسيس المجموعة. غير أن المجموعة تلزم بتعيين مراقبين أو عدة مراقبين للحسابات في الحالات التالية: إذا كانت تصدر سندات قرض، إذا كانت تستعمل أكثر من 30 مستخدمة، إذا كان من بين أعضائها عضو ملزم بتعيين مراقب للحسابات، إذا كانت تحوز مساهمات غير نقدية، إذا كانت في مرحلة التصفية. وجبنا هاد الحالات هادو وضحناهم في النص لي يعني لبيان المتطلبات التي تقتضيها المادة، ونعتبرها بأنها مسألة ذات أهمية كبيرة كذلك مع الأسف. وفي حالة عدم إجراء ذلك التعيين، إذا كان العقد ينص على مراقبة الحسابات من طرف مراقب أو عدة مراقبي الحسابات، فيها وفي أو في الحالة المنصوص عليها هذه الفقرة كذلك هذه الجملة جبناها في الفقرة السابقة، فإن التعيين يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من أي عضوين بعد استدعاء المتصرفين بصورة قانونية. وزدنا واحد الفقرة أخيرة: وتعين المجموعة في أجل أقصاه 15 يوما مراقب أو عدة مراقبي الحسابات، وإلا تقع تحت طائلة الأحكام الزجرية المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون. هذه الإضافات توضيحية أضفناها لأنه نعتبر أن هناك أسباب تدعو إلى إضافتها وإلى تبيينها. فأولا يتعين التنصيص على أن يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي الحسابات عند تأسيس المجموعة، وهذا مسألة ضرورية. كما يتعين تحديد أجل لتعيين مراقب أو عدة مراقبي الحسابات، وإلا تطبق عقوبة الجرية على المجموعة، وذلك في حالة عدم إجراء التعيين على الرغم من أن المجموعة ملزمة بذلك وبعد أمر رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وأخيرا مراقب الحسابات ضروري بالنسبة للمجموعة الضخمة لضمان حقوق المستخدمين، وذلك في حالة وجود مساهمات غير نقدية تتطلب تقييما ماديا موضوعيا ونزيها، وكذلك في حالة التصفية وجود مراقب سيجنب الأعضاء عدة نزاعات محتملة. يعني أنه نعتبر على أن هذه الإضافات التي أضفناها هي فيها فائدة للنص وليس ثقيل، أو كما يقول لنا السيد الوزير عادة بأنه العقد يا إما العقد يقتضي هذا أو هذا مسألة طبيعية أو هذا من باب يعني المسائل العامة في القانون. وشكرا لكم السيد الرئيس. كلمة السيد الوزير تفضل. شكرا السيد الرئيس. أيضا الحكومة تعترض على هذا التعديل، لا سيما أن الحالات التي تلزم بتعيين مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يتم ضبطها في قوانين وتنظيمات خاصة جاري بها العمل. يتعلق الأمر أساسا بقانونين مراقب الحسابات 1397 وشركات المساهمة 1795. شكرا سيد. كلمة لأحد المعارضين، أحد المستندين، تفضل سيد نائب. السيدة والسادة النواب باش يفهموا كاين واحد لا لوجيك دو ريزونمون، كاين واحد المنطق ديال التحليل اللي هو غادي فيه علمي. حنا هاد مراقبي الحسابات في الوقت اللي كنقولوا ودي على انه ما تبقاش محاسبه منتظمه فضفاء، وقلنا ودي خصها يكون محاسب يعني ولا خبير محاسب، علاش؟ باش تمشي في وضعيه مزيانه. ما قلناش ان جميع الجمعيات ديال النفع الاقتصادي اللي كنعرف يعني واحد الظروف صعبه وخاصه التمويليه الى اخره والتسيير، قلنا ودي نديروا كوميسار يعني مراقب الحسابات لهذا الصنف هذا باش نخليو الاخرين
ما نديرو لمش عبء ديال 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 مراقب الحسابات اللي غادي يبقاو يمكن في البوادي جايين بعادين، وخاصه هاد النفع الاقتصادي كيكونوا في البوادي بكثره، يصعب عليهم وجود مراقب محاسبات، وحنا اوفياء لهم لانجاحهم، والتصور ديالنا خاص هاد الجمعيات هاد المجموعه ديال النفع الاقتصادي ينجحوا. قلنا ودي في الحالات الخاصه، شنو هما هاد الحالات؟ الحاله الاولى وهي اذا كانت تصدر سندات قرض، سافودير هذه راها عندها ديزاكسيون كتبيعهم، خصها مراقب محاسب. قلنا سيدي اذا كانت تستعمل اكثر من 30 مستخدما عندها واحد الامكانيات كبيره، معنى هذه غتكون في واحد المكان مزيان اللي يمكن لها تؤدي هذا مراقب الحسابات وتؤدي هذه المصاريف. اذا كان من بين اعضائها عضو ملزم بتعيين مراقب الحسابات، من طبيعه الحال ما يدخلش الاختصاص، سيد معاهم مراقب حسابات ويشتغل معاهم في هذا وكيصعب كل شيء راسه، ما يمكنش. إذا كانت تحوز على مساهمات نقدية غير نقدية، مسألة من طبيعة الحال خصها، لأن غير نقدية ما معروفاش قيمتها، خصها يعرفها خبير محاسب مدقق الحسابات. إذا كانت في مرحلة تصفية، هاد الشركة هاد الشروط اللي درنا في مرحلة التصفية غادي يسهل علينا على هاد على هاد على هاد المجموعة ذات النفع الاقتصادي، ما نصيفطوهاش للنيابة العامة تدخل الحبس. علاش؟ لأنه السنديك ملي غيكون تما غادي يقول له دي واقع الإفلاس نظرا لظروف اقتصادية معينة. لهذا هاد المراقب غادي ينفع هاد الناس، ما يدخلوهمش للحبس لأنهم يعتبروهمش على أنهم سرقوا الأموال، ولا غادي يقول لنا المراقب راه سرقوا الأموال ديال الشركة وخصنا نصيفطوهم للنيابة العامة والسنديك خصو يقوم بالمهمة ديالو. لهذا احنا حطينا، احنا المهم على كل حال احنا الرقبة ديالنا هو حطينا التعديلات اللي حطيناها المصلحة ديال هذه المجموعة، وانتم لكم ما سيع النظر وشكرا. اعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 23، المعارضون 64، الممتنعون لا احد. اعرض المادة 49 للتصويت كما صادقت على اللجنة. الموافقون 64، المعارضون لا أحد، الممتنعون المعارضون كم؟ شحال 23، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة الأولى برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون 64، المعارضون 23، الممتنعون لا أحد. المادة الثانية وتتضمن عددا من المواد والتي سنعرضها اتباعا للتصويت. أعرض المادة التي للتصويت كما صادق عليها اللجنة. الموافقون 64، المعارضون 23، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 42 للتصويت كما صادق عليها اللجنة. الموافقون 64، المعارضون 23، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة الثانية برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون 64، المعارضون 23، الممتنعون لا أحد. أعرض مشروع القانون برمته للتصويت. الموافقون 64، المعارضون 23، الممتنعون لا أحد. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 69/13 بتغيير وتسميم القانون رقم 1397 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي. من السيد الوزير لتقديم مشروع القانون فليتفضل مشكورا. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر بمشروع القانون رقم 18/12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي يعتبر أحد أهم المكاسب الاجتماعية الجديدة لجميع المستفيدين من أحكامه، ويندرج في إطار تفعيل المخطط التشريعي للحكومة بهدف تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا بصفة عامة، والرقي بهذا النظام إلى مستوى تطلعات
ورغبات جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية المحترمين مجلسكم الموقر على المجهودات التي بذلوها من أجل تحسين وضبط أحكام مشروع هذا القانون بهدف توفير حماية اجتماعية ملائمة للمصابين بهذه الأخطار المهنية. ويبقى عدد 387 مقترح تعديل المقدمة بشأن هذا المشروع من طرف جميع الفرق النيابية دليل على المكانة الخاصة التي حظي بها المشروع من طرف السيدات والسادة النواب المحترمين. وكما لا يخفى عليكم أن النظام الحالي قد أصبحت أحكامه متجاوزة نسبيا وغير مواكبة وملائمة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وكذا للأحكام الجديدة لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وخصوصا تلك المرتبطة بصفة وثيقة مع أحكامه كمدونة الشغل ومدونة التأمينات ومدونة الأسرة ومدونة قانون المسطرة المدنية. وانطلاقا من ذلك أصبحت تتطلب مراجعة شمولية ومتكاملة ومندمجة من أجل تحسين مستوى التغطية الاجتماعية ضد هذه المخاطر المهنية. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، اسمحوا لي أن أعرض عليكم الأهداف الأساسية لمشروع القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي يعتبر نصاً تشريعياً جديداً يتم بمقتضاه نسخ الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بمقتضى الظهير الشريف رقم 61-223 الصادر في 6 فبراير 1963 في الخطوط العريضة الآتية: الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة وعدم فرض أي تحملات مالية إضافية على المشغلين، تعزيز مراقبة احترام أحكام النظام الجديد من خلال إدراج أحكام تلزم المشغلين بإخبار مصالح الوزارة الجهوية أو الإقليمية بكل الحوادث الواقعة وموافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد الطبية المختلفة مع إقرار العقوبات المطابقة في حالة مخالفتها، تحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات وأصناف المستفيدين منها بحيث أصبح نطاق تطبيقه أكثر شمولية، وتم فقط استثناء الموظفين المرسمين والمتمرنين بالقطاع العام الخاضعون حاليا لأحكام القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية، إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة حاليا المتعلقة بالتصريح بالحوادث وتحرير وإيداع مختلف الشواهد الطبية والمراقبة والخبرة الطبية مع التقيد والاحترام التام لمبدأ حرية اختيار الطبيب المعالج، وضع قواعد أساسية لنظام منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي، وذلك من أجل إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين، تحسين الشروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيا، وذلك من خلال إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري مما سيمكن من تقليص حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة وآجال الاستفادة من التعويضات القانونية، تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول، إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة، تحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم احترام أحكام هذا النظام الجديد. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، اسمحوا لي قبل أن أختتم كلمتي هذه أن أؤكد لكم أن مقترحات التعديلات المقدمة والتي تم تبنيها قد شملت 76 مادة
وعنواني القسم التاسع والقسم الفرعي الثالث ساهمت بشكل إيجابي جدا في تجويد صياغة مشروع هذا القانون وتعديل مجموعة من الأحكام بهدف ضبط منظومة وميكانيزمات التعويض والزيادة في بعض النسب المعتمدة لاحتساب الإيرادات لذوي الحقوق والرفع من الغرامات المقررة في حالة المخالفة، وذلك تدعيما للحماية الاجتماعية المتوخاة للمصابين بأخطار مهنية أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة. وأود أن أؤكد لكم في الأخير أن تفعيل الأحكام الجديدة المنصوص عليها في مشروع هذا القانون يعتبر من بين أولويات الوزارة والتي تم تسطيرها في مشروع برنامج عملها برسم سنة 2015، حيث تضمن مجموعة من المحاور الأساسية تتعلق أساسا بتنظيم حملات للتحسيس ودورات تكوينية لفائدة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وبتعزيز آليات المراقبة والتتبع مركزيا وجهويا وإقليميا والعمل على تجميع ومركزة جميع المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالتعويض والسهر على تحليلها بصفة دورية ومستمرة والاستناد عليها في وضع البرامج العملية للوقاية ضد الأخطار المهنية. وفقنا الله لما فيه خير بلادنا وشعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير. السيدة المقررة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. يسعدني أن أقدم أمام أنظار مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة القطاعات الاجتماعية إثر دراستها لمشروع قانون رقم 18-12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي تمت دراسته والمصادقة عليه خلال 7 جلسات ترأست جلسة تصويت عليه السيدة رئيسة اللجنة السيدة فاطمة الكحيل بحضور السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بعدما قدمه وأجاب على تساؤلات وملاحظات السيدات والسادة النواب عبر مراحل دراسة المشروع السيد عبد الواحد سهيل الوزير السابق للقطاع. وقبل إبراز ملخص عن مضامين وأهداف هذا المشروع، لا بأس أن أذكركم بمراحل هذا المشروع، فقد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري في 19 أغسطس و 16 أكتوبر 2010، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع بتاريخ 25 أكتوبر 2011، وأحيل على مجلس النواب بتاريخ 26 أكتوبر 2011، وتم إرجاعه إلى الحكومة بتاريخ 13 فبراير 2012 من أجل إعادة دراسته على ضوء معطيات البرنامج الحكومي. وتمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي كما صادق عليه مجلس المستشارين في 22 مارس 2012، وتمت إحالته على مجلس النواب وعلى لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 14 ماي 2012، وشرع في دراسته بتاريخ 25 يوليوز 2012. وبعد انتهاء دراسته تمت مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ فاتح يوليوز 2013 من طرف السيد رئيس مجلس النواب بطلب من فريق العدالة والتنمية لإبداء الرأي تطبيقا لمقتضيات الفصل 152 من الدستور. وتم إبداء الرأي بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وتم تقديم التعديلات بتاريخ 8 أبريل 2014، وتمت إحالتها على القطاع الوزاري المعني بنفس التاريخ، ولم يتسنى البت والتصويت عليه إلا بتاريخ 24 شتنبر 2014. ومن خلال تقديم هذا المشروع تم التأكيد على أن أحكام النظام الحالي للتعويض عن حوادث الشغل المنظم حاليا بمقتضى الظاهر الصادر بتاريخ 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1-60-223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963
قد أصبحت متجاوزة نسبياً وغير مواكبة وملائمة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وللأحكام الجديدة لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وخصوصاً تلك المرتبطة بصفة وثيقة مع أحكام هذا النظام كمدونة الشغل ومدونة التأمينات ومدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية. وتم عرض أهم مكامن الضعف التي تميز النظام الحالي والتي يمكن تلخيصها في المحاور الخمسة الآتية: تعدد وتنوع النصوص التشريعية والتنظيمية وعدم تنقيح وتحيين أحكام النظام الحالي وعدم ملائمتها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا ومع الأحكام المحدثة بمقتضى مجموعة من النصوص التشريعية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع هذا النظام، وخصوصاً أحكام مدونة الشغل ومدونة التأمينات ومدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية. تعدد وتنوع المساطر الإدارية والقضائية المعتمدة حالياً وتعدد الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، الشيء الذي يؤثر بصفة سلبية على كيفيات وآجال الاستفادة من التعويضات المستحقة قانونياً للمصابين بهذه الأخطار أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة. غياب تام للمبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي عن الأخطار المهنية وغياب مساطر تشريعية وتنظيمية تخول المشغلين وضحايا حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين، والتي كان يجب أن يتم إقرارها كنتيجة حتمية لفرض إجبارية التأمين خلال سنة 2002. عدم تحسين مستوى التعويضات الممنوحة خصوصاً لفائدة ذوي الحقوق أي الأرامل واليتامى والأصول. عدم تحيين مبالغ العقوبات والغرامة المفروضة في حالة مخالفة أحكام هذا النظام. وتتمثل الأهداف الأساسية لمشروع القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي يعتبر نصاً تشريعياً جديداً يتم بمقتضاه نسخ الظاهر الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بمقتضى الظاهر الشريف رقم 61-223 الصادر في 6 فبراير 1963 في الخطوط العريضة الآتية: الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وعدم فرض أي تحملات مالية إضافية على المشغلين. تحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات وأصناف المستفيدين من نظام التعويض عن حوادث الشغل، بحيث أصبح نطاق تطبيقه أكثر شمولية وتم فقط استثناء الموظفين الرسميين والمتمرنين بالقطاع العام الخاضعين حالياً لأحكام القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية. إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة حالياً المتعلقة بالتصريح بالحوادث انسجاماً مع أحكام مدونة التأمينات، وبإيداع مختلف الشواهد الطبية وبإجراء المراقبة والخبرة الطبية الإدارية مع التقيد والاحترام التام لمبدأ حرية اختيار الطبيب المعالج. وضع القواعد الأساسية لنظام عصري ومتطور منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي ضد الأخطار المهنية، وذلك من خلال إحداث مسطرة جديدة تحدد آليات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين، التصريح بالحوادث، إيداع الشواهد الطبية، وطلب جميع الوثائق والمستندات الضرورية لتقدير والاحتساب ولتصفية التعويضات المضمونة في هذا القانون. إقرار مبدأ عدم احتجاج المقاولة المؤمنة للمشغل للمشغل بسقوط حق المطالبة بالتعويضات، ومبدأ إحلال المقاولات المؤمنة للمشغلين في أداء جميع التعويضات المستحقة قانونياً للضحايا أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة. تحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونياً، وذلك من خلال إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري
الشيء الذي سيمكن من تقليص حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة ومن آجال وشروط الاستفادة من التعويضات المضمونة قانونياً، مع تخويل المصابين حق الاستعانة بمحامي لتتبع جميع مراحل هذه المسطرة ضماناً للحقوق الاجتماعية المضمونة قانونياً للمصابين أو لذوي حقوقهم. تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، حيث تم في هذا الصدد توحيد نسبة الإيراد المستحق للأرملة مهما كان سنها في 50% عوض 30%، والرفع من نسبة الإيراد المستحق للأصول من 10% إلى 15%، وتخويل اليتامى في وضعية إعاقة حق الاستفادة من الإيراد دون تحديد للسن، والرفع من سن اليتامى الذين يتابعون تكويناً مهنياً من 17 سنة إلى 21 سنة، وبالنسبة للأيتام الذين يتابعون دراساتهم العليا من 21 إلى 26 سنة. تتبع المسطرة القضائية مباشرة من طرف المصابين أو ذوي حقوقهم في حالة عدم إبراء المشغلين لعقود التأمين، مع الاحتفاظ بجميع القواعد والمبادئ المنظمة لصندوق الضمان للإحلال محل المشغلين في الأداء طبقاً للشروط والكيفيات المحددة قانونياً. تعزيز مراقبة احترام أحكام نظام التعويض عن حوادث الشغل، وذلك من خلال إدراج أحكام تشريعية تلزم المشغلين بإخبار المصالح الإقليمية بالوزارة بكل الحوادث الواقعة وموافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد الطبية المختلفة، مع إقرار العقوبات المطابقة في حالة مخالفتها. إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة. تحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم احترام المشغلين لأحكام هذا النظام الجديد، مع إدراج عقوبات جديدة في حالة عدم احترام القواعد المتعلقة بتقدير واحتساب التعويضات. هذا ومن خلال مناقشة السيدات والسادة النواب المحترمين لهذا المشروع، أكد العديد من المتدخلين والمتدخلات على أن مضامين هذا النص تؤسس في العمق لقطيعة كبرى مع كل الممارسات والأوضاع الغير اللائقة والغير المشروعة التي تمارس على العمال وعلى الأجراء من قبيل الطرد التعسفي للعمال بسبب الانتماء النقابي أو عدم التصريح بهم. ودعا بعض المتدخلين والمتدخلات إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة الوقائية، وذلك لضمان كافة الشروط اللازمة لحماية الأجراء والعمال من التعرض للحوادث أثناء مزاولتهم لأعمالهم، حيث تم التساؤل عن مدى فعالية التدابير التشريعية المعمول بها في مجال حوادث الشغل ودرء المخاطر، وذلك لأن الوضع الحالي يعود إلى عدم تفعيل الآليات الواردة في القوانين الخاصة بالصحة والسلامة المهنية واللجان الأخرى داخل المقاولة، علاوة على غياب ثقافة الوقاية. وفي هذا الإطار دعا السيدات والسادة النواب إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان قيام أطباء الشغل والمهندسين المكلفين بالسلامة والصحة المهنية بعملهم، من أجل ضمان التطبيق الفعلي للقوانين والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المقاولات، لأن هناك العديد من الأوراش والمعامل فيها مخاطر ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، ومن ذلك مثلاً مقاولات البناء. لذلك تمت الدعوة إلى الإسراع في إخراج القانون الإطار الخاص بالصحة والسلامة، لأنه يساهم بشكل قوي في التقليص من حوادث الشغل. وشدد بعض المتدخلين والمتدخلات على أن التطبيق الأمثل لهذا النص يتوقف في جانب مهم منه على دور الوزارة الوصية. وفي هذا الإطار تساءل البعض عن إمكانية الوزارة مواكبة إعمال هذا النص القانوني الأساس، وهل تتوفر على الإمكانيات الكافية لكي تتمكن من مراقبة احترام تطبيق مقتضياته، أم أن نجاح هذا النص يتوقف أيضاً على دعم الوزارة بالأطر البشرية الكافية والمتخصصة، وذلك لأن النصوص القانونية مهما كانت جودتها فإن المحك الحقيقي لها هو التطبيق والتفعيل الأمثل. ومن ثم طالب السيدات والسادة النواب وزارة التشغيل بالقيام بحملة إعلامية تواصلية كبرى
لشرح مضامين هذا النص وتعبئة جميع الأطراف المعنية للانخراط فيه واحترام مقتضياته. وفي نفس الإطار أكد بعض المتداخلين على أن المشروع جاء بمقتضيات مهمة من شأنها تبسيط المساطر القانونية والقضائية لتمكين المصابين في حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من مستحقاتهم، وذلك دون إثقال كاهل المشغلين. ومن بين المستجدات التي جاء بها هذا المشروع والتي حظيت بحيز وافر من المناقشة العامة هي مسطرة الصلح، والتي ستساعد على تقليص عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم، وبالتالي ضمان توصل المصابين أو ذوي الحقوق بمستحقاتهم في أسرع وقت ممكن. غير أن بعض المتدخلين والمتدخلات عبروا عن مخاوفهم من إجبارية مسطرة الصلح، لأن الأصل هو أن تكون اختيارية، وذلك لتفادي دفع الأجير وهو الطرف الأضعف في العلاقة إلى الطرف الأقوى وهي شركة التأمين، وذلك لأن الأجير عندما يتعرض لحادثة شغل يكون همه الأساس هو سلامته الجسدية. أما هامش المناورة أمام شركة التأمين فيبقى واسعا، لذلك دعا بعض المتدخلين إلى التنصيص على مبدأ الاختيار فيما يتعلق بمسطرة الصلح بالنسبة للأجراء دون إجبار، لأن الإجبارية تطرح مشكلا، لذلك يجب ترك الحرية للأجراء والعمال، لأن هدف الشركة هو الربح أي الحد من النفقات. وفي نفس السياق نبه بعض المتدخلين والمتدخلات إلى إمكانية تعرض بعض الأجراء إلى الاحتيال من طرف شركات التأمين، لذلك طالبوا بتوعية الأجراء والعمال بالحقوق التي يتضمنها هذا القانون، خصوصا وأن المشروع أعطى مكانة مهمة لشركات التأمين المؤمن، وهو ما يطرح أيضا إشكالية تعارض المصالح، لذلك دعا بعض المتدخلين إلى وضع مسافة ما بين شركات التأمين ومصادر التعويض عن حوادث الشغل. وعلاوة على ذلك تساءل أحد النواب عن الجدوى من ربط الاستفادة من التأمين بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تفضل السيد النائب. لأن هذا يطرح مشكلا كبيرا بخصوص القطاع الغير المنظم الذي يشغل عددا كبيرا من الأجراء الذين يعملون بالقطاع غير المهيكل، وهي فئة غير معنية بمضامين هذا المشروع، لذا تمت الدعوة إلى وضع آليات في المشروع تضمن استفادة هذه الفئة. من جانب آخر طالب بعض المتدخلين والمتدخلات بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون، وذلك لأن ثمة فئة تعاني من ظروف قاسية في العمل خصوصا عندما تتعرض لحوادث الشغل، ومن ذلك فئة العاملين في الإنعاش الوطني وكذا فئة العاملين بالجمعيات، وذلك لأن الدعائم التي يقوم عليها هذا المشروع هو أن المسؤولية يتحملها المشغل في حالة حصول حادثة شغل. وبخصوص العقوبات التي نص عليها المشروع، اعتبر العديد من المتدخلين والمتدخلات أن نزوع المشروع نحو التجديد من هذه العقوبات مسألة إيجابية ومهمة، وتشكل أحد ضمانات الأساس لضمان التزام جميع الأطراف لمقتضياته، وذلك لحماية المصاب وحماية المقاولة وكذا حماية المشغل في حالة تعرضه لغش أو احتيال. أما بخصوص التعديلات فقد تقدمت فرق الأغلبية ب 202 تعديل قبلت الحكومة منها 85 إما كليا أو بصيغة توافقية، وصدقت عليها اللجنة وتم سحب 117 تعديل، وتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ب 14 تعديلا، قبلت الحكومة 3 تعديلات وتم سحب 7 تعديلات، وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة ب 22 تعديل تم قبول 6 تعديلات وتم سحب 9 تعديلات، وتقدم الفريق الاشتراكي ب 124 تعديل تم قبول 17 تعديل وتم سحب 76 تعديل، وتقدم فريق الاتحاد الدستوري ب 29 تعديلا، قبلت الحكومة 13 تعديل وتم سحب 9. وفي الختام صادقت اللجنة على المشروع مشروع قانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض
بالتعويض عن حوادث الشغل بالإجماع. غير أن هناك ملاحظة بخصوص مشروع قانون 18-12 يتعلق المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لأن التعديلات التي صدقت عليها اللجنة كلها أدخلت إلى النص وصحيحة، هناك فقط بعض الأخطاء المادية التي لم يمسها أي تعديل وجاءت في النص الأصلي، شابتها بعض الأخطاء المادية نتيجة العمل على صيغة إلكترونية محالة من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بمعنى أن هذه الأخطاء وردت من طرف الوزارة وليس من اللجنة، وبالتالي ليس من المؤسسة التشريعية. شكرا لكم. شكرا السيدة النائبة. السيدة فاطمة مزي باسم فرق الأغلبية، تفضلي السيدة النائبة. عندك 12 دقيقة السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب الأفاضل، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية لإبداء وجهة نظرنا وموقفنا من مشروع القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن هذا المشروع يشكل أحد أهم الأوراش الإصلاحية الكبرى، نظراً للمكانة الهامة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث يتوخى وضع القواعد الأساسية لنظام عصري متطور منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي ضد الأخطار المهنية، وتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات، وكذا إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري، بالإضافة إلى تبسيط المصادر المعتمدة حالياً بحذف تمكين المصابين وذوي حقوقهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة، والعمل على تحسينها، إضافة مع عدم إضافة أي تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين. السيد الرئيس المحترم، إن حوادث الشغل والأمراض المهنية تعد أحد أكبر المخاطر التي يتعرض لها الأجراء في أماكن العمل، كما أن قطاع الوقاية من المخاطر المهنية ما زال يعاني من عدة اختلالات، سواء على مستوى التدبير وضعف الحكامة وعدم الملائمة مع القوانين المتعددة التي تنظم هذا المجال والتي أصبحت متجاوزة بدورها، علاوة على غياب المراقبة الصحية وعدم التدخل أثناء الحوادث بالسرعة والفعالية المطلوبة، إضافة إلى تعدد المتدخلين دون تقنين آلية للتنسيق والتعاون مع إطار استراتيجية وطنية واضحة من شأنها تحديد المسؤوليات والمهام الموكولة لكل طرف في تدبير الأخطار المهنية والوقاية والمراقبة وحماية المواطنين أفراداً وجماعات. لذلك كان من الضروري الانخراط في إصلاح هذا القطاع عن طريق تفعيل العديد من التدابير والإجراءات القانونية، باعتباره النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة للتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية. إننا في فرق ومجموعات الأغلبية، السيد الرئيس، نثمن هذا المشروع قانون الذي يروم تكريس منهجية المقاربة التشاركية، وذلك لما تتيحه هذه المنهجية من فرص لتأسيس مفهوم الحكامة التشريعية التي تعتبر السبيل الأمثل لإخراج نصوص قانونية متكاملة وناجعة وواقعية. كما يشكل هذا المشروع مناسبة لمناقشة الجانب الثاني المرتبط أساساً بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتصريح بحوادث الشغل ومسطرة الشواهد والخبرة الطبية والتكفل بضحايا حوادث الشغل ودور
محاولة التأمين وإعادة التأمين. السيد الرئيس، لقد جاء هذا المشروع القانون منسجما مع قناعاتنا كأغلبية والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، ولا سيما في الشق الاجتماعي، حيث انخرطت الحكومة بكل مسؤولية في نفض الغبار عن مجموعة من القوانين ذات البعد الاجتماعي وتحيينها بما يتلائم والسياق الحالي الذي يكرس من جهة المعادلة الحقوق والواجبات ويعطي نفسا جديدا لمجال الحماية الاجتماعية. من هذا المنطلق حرص هذا النص على الأخذ بعين الاعتبار كل التراكمات السلبية التي عرفها القطاع من تعدد في النصوص التشريعية والتنظيمية ومن تعقيد وتنوع في المصادر المعتمدة سواء الإدارية منها أو القضائية، مما يؤثر سلبا على كيفية وشروط وآجال استفادة ضحايا حوادث الشغل من التعويضات المضمونة قانونيا، الأمر الذي تطلب تحديث وعصرنة واستكمال المنظومة الوطنية للشغل وإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا النظام في توفير الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي الحقوق في حالة الوفاة، وأيضا للمكانة الخاصة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، بحيث يعتبر هذا النظام الوحيد الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة ومتنوعة ومتكاملة عن جميع الأضرار المترتبة عن هذه المخاطر. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، إذا كان هذا المشروع سيمكننا من تجاوز السلبيات التي تعتري التشريع الحالي، فإن على الحكومة أن تهتم أكثر بالنهوض بقطاع الصحة والسلامة المهنية وتطويره، والنهوض بالمصالح الطبية للشغل، وتدعيم كل آلية الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية. وفي الأخير نطالب الحكومة وخاصة السلطة المكلفة بالشغل أن تسهر على حسن تطبيق مقتضيات هذا القانون ومضاعفة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، والذي يعتبر التعويض عن الأضرار المترتبة عن هذه الأخطار أحد مكوناته الأساسية، وكذلك تنظيم العلاقات المهنية وتعزيز آلية المراقبة والتفتيش. كما نطالب بتعميم التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة لجميع المأجورين، وتعميم التصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة أخذ توصيات وخلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بهذا المشروع نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة. السيد الرئيس، إننا ننوه بخروج هذا المشروع القانون إلى حيز الوجود، لأنه سيسد الفراغ القانوني المسجل في هذا النطاق، ويندرج كذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين. لذلك سيد الرئيس نصوت عليه في فرق مجموعة الأغلبية بالإيجاب، والسلام عليكم. شكراً على 7 دقائق. شكراً السيدة النائبة المحترمة. باسم فرق المعارضة للسيد النائب المحترم السيد الخليفي قدادرة، تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق المعارضة في إطار مناقشة مشروع القانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. هذا المشروع الذي طال انتظاره خاصة من قبل القوى السياسية الحية في البلاد والمعنية أساسا بموضوع الحفاظ وصيانة الحقوق الحيوية للعمال والأجراء، خاصة عندما يتعرضون لحوادث الشغل وما ينتج عنها من أضرار قد تكون بالغة تستدعي معها ضرورة توفير نظام ناجع يضمن الحماية الاجتماعية للمصابين بها بما يضمن كرامتهم ويقيهم شر العوز والحاجة. يندرج هذا المشروع إذن في سياق تعزيز المكتسبات الاجتماعية للأجراء، وهو نتيجة لنضالات مختلف الفرقاء الاجتماعيين، كما يأتي مواكبة للتحولات التي تعرفها بلادنا سيما في مجالات حماية الحقوق الاجتماعية وتمكين مختلف شرائح المواطنين من كافة حقوقهم على ضوء مكتسبات دستور 2011 الذي بوأ المسألة الحقوقية
حيزا كبيرا تجعله في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي هذا الإطار كان من الضروري إدخال إصلاحات عميقة ومتدرجة على أحكام نظام التعويض عن حوادث الشغل، بما يجعل هذا النظام مستجيبا لشروط الاستفادة من التعويضات القانونية من خلال تبسيط المصادر المعتمدة حاليا، وذلك بهدف تمكين المصابين أو ذوي الحقوق من استخلاص حقوقهم من التعويضات في أجال معقولة، بل والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق. ولأجل ذلك يقترح المشروع الذي نحن بصدده إعادة النظر في كيفية وشروط التصريح بحوادث الشغل، وكذا الإدلاء بمختلف الشواهد الطبية وكيفية إجراء المراقبة الطبية، بل وذهب المشروع إلى إحداث مسطرة جديدة للصلح مع المقاولة المؤمنة قبل اتباع المصادر القضائية للحسم في القضايا الخلافية. وكل ذلك جاء تتمة للمكتسبات التي تحققت، وفي نفس الوقت سعيا إلى التلاؤم والأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى ذات الصلة بنظام التعويض عن حوادث الشغل، مثل قانون المسطرة المدنية ومدونة التأمينات ومدونة الشغل ومدونة الأسرة. غير أن أهم ما يميز هذا المشروع هو تحيينه للأحكام الجارية حاليا مع الاحتفاظ بمضامينها، خصوصا ما يتعلق بالتعويض اليومي وبالإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل وبالإيرادات الممنوحة لذوي الحقوق. ويبقى التساؤل المهم لدينا في المعارضة هو مدى قدرة وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراقبة تطبيق هذا القانون كما ينصه هو نفسه على ذلك. وإذا كانت الوزارة حاليا لا تتوفر على إمكانيات مهمة للتدخل والتفتيش والسهر على فرض احترام القانون، بل وعلى عدم فرض تطبيق بنود مدونة الشغل أصلا، فكيف ستضمن تنفيذ بنود نظام التعويض عن حوادث الشغل؟ إن هذا النظام قبل أن يكون في صورة هذا المشروع قانون تنظمه حاليا عدة نصوص، لكنها لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، ولا أدل على ذلك ما تزخر به المحاكم من ملفات قضائية وما يحتاج ذلك من سنوات من المعاناة قد تصيب المصابين بهذه الحوادث بالإحباط واليأس، فضلا عن إصاباتهم الأصلية الناجمة عن حوادث الشغل. ولذلك فإننا في فرق المعارضة إذا كنا نثمن ما جاء في نص المشروع كتصور وكبناء قانوني، فإننا نبدي من الآن مخاوفنا عند تطبيق هذا المشروع ما لم تسارع الوزارة الوصية إلى تأهيل ذاتها وقدراتها من أجل إحكام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ هذا القانون. السيد الرئيس، لقد تفاعلنا إيجابا مع هذا المشروع بالنظر إلى حمولته الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، ولقد تقدم كل فريق من فرق المعارضة بتعديلات وازنة توخت من خلالها تحسين النص وإجادته من خلال بعض التصويبات والتدقيقات، كما توخت توسيع مفهوم حادث الشغل لتشمل مهام أخرى هي من صميم تكاليف الشغل، كما استهدفت توسيع قاعدة المستفيدين وحرصت أثناء التبليغ على استبعاد أيام العطل والعطل الأسبوعية من أجل الممنوح، وسعت أيضا إلى إعادة النظر في النسبة أو في النسب المعتمدة كأساس للأجر وغيرها من التعديلات. ونسجل للحكومة كذلك تجاوبها النسبي مع بعض هذه التعديلات، مما نعتبره مشروعا مشتركا لا يمكننا إلا أن نصوت عليه بالإيجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد نائب. عملية التصويت، أعرض المادة الأولى للتصويت كما صدقت على اللجنة. الموافقون إجماع. أعرض المادة الثانية للتصويت كما صدقت على اللجنة. الموافقون الإجماع. أعرض المادة الثالثة للتصويت كما صدقت على اللجنة. الموافقون الإجماع. أعرض المادة الرابعة للتصويت. الموافقون الإجماع. أعرض المادة الخامسة للتصويت كما صدقت على اللجنة. الإجماع. أعرض المادة السادسة للتصويت كما صدقت على اللجنة. الإجماع. المادة السابعة ورد بشأنها تعديل من لدى الحكومة. الكلمة السيد الوزير. الرئيس، وفي الحقيقة هذا التعديل الذي تتقدم به الحكومة جاء كان في البداية تعديل لإحدى الفرق النيابية،
ولكن هذا التعديل لم يكن في محله، يعني جاء في المادة الثامنة، ولكن احنا قبلناه في المادة الثامنة، ولكن رأينا أن مكانه هو في المادة السابعة، ولذلك تم الاتفاق داخل اللجنة على أن الحكومة ستأتي بهذا التعديل، وهو الآتي: نضيف النقطة السابعة إلى الفقرة تتعلق بالأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا. وشكرا، هذا هو يعني إضافة، وبالطبع هذا الشيء مع اتفاق مبدئي في البداية مع أعضاء اللجنة، وشكرا. أعرض التعديل الذي تقدمت به الحكومة على التصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 7 للتصويت كما عدلها المجلس، الموافقون الإجماع. المادة 8 ورد بشأنها تعديل من فريق الأصالة والمعاصرة، الكلمة لأحد مقدمي التعديل، تفضلي السيد نائبة. شكرا السيد الرئيس. في الحقيقة السيد الوزير مني صدقنا على المادة 7 ما كانش يطرح تعديل للحكومة، هذا التعديل طرحته في المادة 8 بخصوص إضافة المستفيدين إلى قائمة المستفيدين للأحداث بالإصلاحيات. السيد الوزير قال لك أنا عامل تعديل في 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 المادة 7، أنا أمنع نفسي عن اعتبار الأطفال الأحداث مساجين، لابد أن نصنفهم مع المتمدرسين ومع المتكونين في مراكز التكوين المهني، أن نصنفهم مع المساجين هذا يعارض المواثيق الدولية لحقوق الطفل. إذا أنا تشبت وباش نعبر على هذا الموقف، هذا أنني ما نعملش التعديل بخصوص أحداث ونصنفهم مع المساجين، وإنما أطفال في وضعية خاصة ونعتبرهم متمدرسين. كلمة السيد الوزير، تفضل. السيد الرئيس، الموضوع ناقشناه طولا وعرضا داخل اللجنة، احنا اعتبرنا الصيغة التي جئنا فيها هي السليمة، وبالتالي رفضنا هذا التعديل لأنه لا مكان له في المادة الثامنة، وشكرا. كلمة لأحد معارض هذا التعديل. أطلب السيد الرئيس من الفريق المحترم أنه يسحب هذا التعديل، لأنه صوت بالإجماع على المقترح اللي جابته الحكومة، ما يمكنش نصوتوا عليه في المادة 7 بالإجماع ونعاودوا نديروا في المادة 8، فأرجو أن الفريق المحترم يسحب هذا الآخر. شكرا سيد الرئيس. كلمة لأحد المؤيدين، تفضل السيد النائب. السيدات والسادة النواب، إذا سحبت هذا التعديل نظرا لأن الاستفادة كاينة بالنسبة لهذه الفئة، هل راهم مستفيدون؟ إذن نسحب هذا التعديل. إذن تم سحب التعديل الوارد بالمادة 8. أعرض المادة 8 للتصويت كما صادقت على اللجنة، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 9 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 11 للتصويت كما صادقت على اللجنة، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 12 للتصويت كما صادقت على اللجنة، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 13 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 14 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 15 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 16 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 17 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 18 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 19 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 20 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 21 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 22 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 23 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 24 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 25 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 26 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 27 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 28 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 29 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 30 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 31 للتصويت، الموافقون الإجماع. أعرض المادة 32 للتصويت، الموافقون الإجماع.
أعرض المادة 33 للتصويت الموافق والإجماع. أعرض المادة 34 للتصويت الموافق والإجماع. أعرض المادة 35 للتصويت الموافق والإجماع. أعرض المادة 36 للتصويت الموافق والإجماع. أعرض المادة 37 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 130 الموافق والإجماع. أعرض المادة 39 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 40 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 41 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 42 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 43 الموافق والإجماع. المادة 44 الموافق والإجماع. المادة 45 الموافق والإجماع. أعرض المادة 46 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 47 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 48 الموافقون أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 49 الموافقون الإجماع. المادة 50 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 51 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 52 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. أعرض المادة 53 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 54 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 54 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 56 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. أعرض المادة 57 للتصويت الموافق والإجماع. المادة 58 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 59 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 60 أعرض للتصويت الموافق والإجماع. المادة 61 الإجماع. المادة 62 الإجماع. المادة 63 الإجماع. المادة 64 الإجماع. المادة 65 الإجماع. المادة 66 الإجماع. المادة 67 الإجماع. المادة 68 الإجماع. المادة 79 المادة 69 الإجماع. المادة 70 الإجماع. المادة 71 الإجماع. المادة 72 الإجماع. المادة 73 الإجماع. المادة 74 أعرض للتصويت الإجماع. المادة 75 الإجماع. المادة 76 الإجماع. المادة 77 الإجماع. المادة 78 الإجماع. 79 الإجماع. 80 الإجماع. 81 الإجماع. 82 الإجماع. المادة 83 الموافقون الإجماع. المادة 84 الإجماع. المادة 85 الموافقون الإجماع. المادة 86 الإجماع. المادة 87 الإجماع. المادة 88 الإجماع. المادة 89 الإجماع. المادة 90 الإجماع. 91 الإجماع. 92 الإجماع. 93 الإجماع. المادة أعرض المادة 94 للتصويت الموافقون. خمسون المعارضون، 21 الممتنعون، لا أحد. المادة 95، المادة 94، المادة 94 تأكد إجماع. المادة 94 أعرض للتصويت. الموافقون 50 المعارضون، هل هناك المعارض لكي نتأكد؟ امتناع. إذن 21 ممتنع، المعارض لا أحد. 95 الإجماع. 96 الإجماع. 97 الإجماع. 98 الإجماع. 99 الإجماع. المادة 100 عارض والتصويت الإجماع. المادة 101 الإجماع. المادة 102 الموافق والإجماع. المادة 103 الإجماع. 104 الإجماع. 105 الإجماع. 106 عارض والتصويت الإجماع. 107 الإجماع. المادة 108 عارض والتصويت الإجماع. المادة 109 عارض والتصويت الإجماع. المادة 108 عارض والتصويت الإجماع. المادة 111 الإجماع. المادة 112 الإجماع. المادة 113 الإجماع. أعرض المادة 114 للتصويت الإجماع. المادة 154 الإجماع. المادة 116 المادة 115 الإجماع. 116 الإجماع. 117 الإجماع. 118 الإجماع. 119 الإجماع. 120 أعرض للتصويت الإجماع. 121 الإجماع. 122 الإجماع. 123 أعرض للتصويت الإجماع. 124 الإجماع. 125 الإجماع. 126 أعرض للتصويت الإجماع. 127 أعرض للتصويت الإجماع. 128 أعرض للتصويت الإجماع. 129 الإجماع. 130 الإجماع. 131 الإجماع. 132 الإجماع. 133 الإجماع. 134 الإجماع. 135 الإجماع. أعرض المادة 136 للتصويت
الإجماع 137 الإجماع 138 الإجماع 139 الإجماع 140 الإجماع 141 الإجماع 142 أعرض جوال التصويت الإجماع 143 الإجماع 144 الإجماع 145 الإجماع 146 الإجماع 147 الإجماع أعرض المادة 148 للتصويت الموافق للإجماع المادة 149 الموافق للإجماع 150 الإجماع 151 الإجماع 152 الإجماع 153 الإجماع 154 الإجماع 155 الإجماع 156 الإجماع 154 أعرض التصويت الإجماع 158 الموافق للإجماع 159 الإجماع 160 الإجماع 161 الإجماع 162 الإجماع 163 أعرض التصويت الإجماع 164 أعرض التصويت الإجماع 165 الموافقون الإجماع 166 الإجماع 166 الإجماع 167 الإجماع 168 الإجماع 169 الإجماع 170 أعرض التصويت الإجماع المادة 171 الإجماع 172 أعرض التصويت الإجماع 173 أعرض التصويت الإجماع 174 أعرض التصويت الإجماع 175 الإجماع 176 الإجماع 177 الإجماع 178 الإجماع 179 الإجماع 180 الإجماع 181 الإجماع 182 الإجماع 183 الإجماع 184 الإجماع 185 الإجماع 186 الإجماع 187 الإجماع 188 الإجماع 189 الإجماع المادة 190 الموافق للإجماع 191 الإجماع 192 الإجماع 193 الإجماع 194 الإجماع 195 الإجماع 196 الإجماع 197 الإجماع أعرض مشروع القانون برمته للتصويت الموافقون الإجماع صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 18-12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل مشروع قانون رقم 125-13 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 211 الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون فليتفضل مشكورا تفضل السيد الوزير بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيد الرئيس المحترم سيدات والسادة النواب المحترمين شرفوني أن أقدم بين أيديكم مشروع قانون تصفية للسنة المالية 2011 بعد أن تمت مناقشته وتصويت عليه من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 22 شتنبر 2014. ويأتي تقديم هذا المشروع وفقا لأحكام الفصل 76 من الدستور ولمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية في إطار تكريس مجهود متواصل من الإعداد والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة لتمكين السيدات والسادة النواب المحترمين من نتائج تنفيذ قانون المالية في الآجال الدستورية المحددة. وكما تعلمون مكن هذا المجهود من تقديم مشاريع التصفية التي أصبحت تقدم قبل انتهاء أجل السنتين المحدد في القانون التنظيمي للمالية. ومما لا شك فيه أن تفعيل مضامين مشروع القانون التنظيمي للقانون المالية الجديد الذي وافق عليه مجلسكم المقر بتاريخ 8 يوليو 2014 سيشكل مرتكزا لتقوية دور قوانين التصفية وإغناء مضامينها وتبويئها مكانة مهمة في مجال تقييم حسن أداء البرامج والمشاريع العمومية. وفي هذا الإطار سيتم في إطار مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد إرفاق مشروع قانون التصفية بمجموعة من الوثائق والتقارير الجديدة ويتعلق الأمر للتذكير بالحساب العام للدولة بملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة بالتقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية بتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية وبتقرير افتحاص نجاعة الأداء. كما سيمكن هذا المشروع يعني القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد من تقليص آجال إيداع القوانين التنظيمية بمكتب مجلس النواب حيث حدد المشرع ذلك في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي تنفيذ قانون المالية المعني أي في داخل 15 شهر عوض 24 شهرا في السابق إذا ربحنا 7 شهور. السيد الرئيس المحترم السيدات والسادة النواب المحترمين يثبت المشروع المعروض على أنظاركم النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2011 على مستوى
الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويتضمن 10 مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى أولاً إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند نهاية السنة المالية 2011، إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2010 محل الالتزام بالنفقات مؤشر عليها من مصالح الخزينة العامة للمملكة، بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2011، نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للمالية العامة لتضاف إلى المكشوف على في حساب الخزينة، وأخيراً ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية. وبخصوص المترتبات الرقمية لهذه المواد تجدونها مفصلة داخل مشروع قانون التصفية. وفي النهاية يسرني أن أخبركم أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية هي بصدد إعداد مشروع قانون التصفية لسنة 2012 لعرضه على أنظار مجلسكم الموقر، كما انطلقت مصالح هذه الوزارة في إعداد مشروع قانون التصفية لسنة 2013، وسيتم تعبئة كافة المصالح بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية من أجل وضعه خلال الشهور الأولى من سنة 2015 إن شاء الله. وفي الأخير أجدد شكري للجنة المالية الموقرة على المناقشة التي كانت في بصدد هذا المشروع ديال القانون التصفية 2011، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير. الكلمة النائب المحترم السيد إدريس بوطار باسم فرق الأغلبية. تفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 125/13 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، وهو إجراء دستوري وقانوني يتم من خلاله تقييم سنة مالية منتهية من الجانب المحاسبي، وذلك من حيث النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية. وعلى مستوى الميزانية العامة وعلى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة وعلى مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. كما لا يخفى عليكم السيدات والسادة ما لهذه القوانين من أهمية كبيرة في مجال تقييم السياسات العمومية، لذلك وجب تقوية دور هذه القوانين وإغناء مضامينها وتبويئها مكانة لائقة بها، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية خاصة الفصل 76 الذي يلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية الميزانية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية، وهو رهان يمكن تسجيله إيجابا بحيث أصبح بالإمكان الوصول إلى معدل متوسط زمني للمصادقة على قانون تصفية ميزانية السنة المالية في حدود سنتين، وهو أمر اجتمعت فيه مختلف الإرادات السياسية لمختلف الفاعلين السياسيين. أيها السادة، لقد استطاع المغرب أن ينتقل من معدل متوسط زمني للمصادقة على قانون التصفية بشكل متدرج من 6 سنوات خلال الفترة التي سبقت الإعلان عن حكومة تناوب توافقي إلى حوالي 4 سنوات خلال الفترة الأخيرة، وإلى 2 سنين من خلال دستور الفاتح يوليوز من سنة 2011 كما سبقت الإشارة إلى ذلك سلفا. وعليه فإن الحكومة اليوم مطالبة بمضاعفة مجهوداتها واجتهاداتها من أجل الالتزام بالأجل القانونية التي ينص عليها الدستور، خاصة وأن العديد من الدول المتقدمة ماليا واقتصاديا لا يتطلب منها إعادة مشروع قانون تصفية إلا شهور معدودات، بينما باقي الدول يتطلب منها ذلك سنوات رغم التوفر على نفس الآليات والإمكانيات للقيام بذلك. وعلاقة بتقييم نتائج تنفيذ الميزانية المحصل عليها برسم السنة المالية 2011 والتي يمكن اعتبارها
سنة استثنائية لما شهدته من أحداث استثنائية من قبيل المراجعة الدستورية للفاتح يوليوز من سنة 2011 والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 25 نوفمبر 2011 علاوة على ارتفاع دعم صندوق المقاصة. كل هذه العوامل أثرت على السير الطبيعي لكل مرافق الدولة، بل أثرت على الحركية الطبيعية للمجتمع. فقد كان منطقيا أن تعرف هذه السنة المالية عجزا نسبيا ساهمت فيه بشكل مباشر العناصر المشار إليها، إضافة إلى تزامنها مع عوامل أخرى من أهمية تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بحيث لم يبقى الاقتصاد الوطني بمنأى عن كل هذه المتغيرات التي مست كبريات الاقتصادات العالمية وأساسا اقتصاد شركائنا في الضفة الأخرى، الأمر الذي يتطلب تقييم النتائج بموضوعية نستحضر من خلالها الصعوبات والسياقات الوطنية والدولية التي تحكمت في تنفيذ الميزانية برسم السنة المالية ل 2011. كما نعتبر بأن بلادنا أرست دعائم مالية وقانونية هامة ستمكننا لا محالة في السنوات القليلة المقبلة من الرجوع التدريجي للتوازن من خلال دخول القانون التنظيمي الجديد للمالية حيز التنفيذ، والذي يرمي في توجيهاته الكبرى إلى اعتماد حكمة مالية جيدة تهدف إلى تعزيز حسن أداء التدبير العمومي والمساهمة في الدينامية الجديدة للجهوية في إطار تشاركه مع كافة الفاعلين، وعلاوة على تعزيز الشفافية وحسن التدبير وتقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية، وكذا تحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، وكل ذلك مع تعميم ممارسة تقييم وتقديم الحسابات. ولا بد أن نحيي الحكومة السابقة على المجهودات التي بذلتها والخطوات التي اتخذتها من أجل حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأكثر من بلد، على اعتبار أننا حزب التقدم والاشتراكية نساهم في التدبير كمكون من مكونات الأغلبية الحكومية السابقة، وصادقنا بالتالي على قانون المالية لسنة 2011 بالبرلمان، وساهمنا في تنفيذه بالحكومة، وبالتالي وانسجاماً مع اختياراتنا والتزاماتنا والمواقع التي اتخذناها من الطبيعي أن نتفاعل بالإيجاب مع مشروع قانون التصفية هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً السيد نائب. إلى عملية التصويت، أعرض المادة الأولى للتصويت. الموافقون جماعة؟ الموافقون شحال موافقون السيد نائب؟ 22. المعارضون؟ لا، المعارضون 51. ممتنعون؟ حسب الإخوان هذو لا ميمكنش يكونوا معارضون 51. لا عفوا، الموافقون 22، المعارضون لا أحد، الممتنعون 51. حسب أخي، حسب السيد. الممتنعون قولوا مع اللي ودهم. الممتنعون الله يرضي عليكم، مع اللي وديكم باش. شحال العدل والتنمية كاين تما؟ واحد وثلاثون. أعرض المادة الثانية للتصويت. الموافقون نفس العدد. المادة ثلاثة للتصويت، أعرض للتصويت نفس العدد. أعرض المادة أربعة للتصويت نفس العدد. أعرض المادة خمسة للتصويت نفس العدد. أعرض المادة ستة للتصويت نفس العدد. أعرض المادة سبعة للتصويت نفس العدد. أعرض المادة ثمانية للتصويت نفس العدد. أعرض المادة تسعود للتصويت نفس العدد. أعرض المادة عشرة للتصويت نفس العدد. أعرض مشروع القانون برمته للتصويت. الموافقون نفس العدد، المعارضون نفس العدد، الممتنعون نفس العدد. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 125/13 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011. تنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة
المهنيين المحاسبين المعتمدين. الكلمة السيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يسعدني أن أتقدم أمامكم بمشروع قانون رقم 127/12 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد وإنشاء المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. ويأتي هذا المشروع الذي يعتبر لبنة جديدة في إطار الترسانة القانونية الاقتصادية لبلادنا، ويهدف التي تهدف تلك المتعلقة أساساً بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمحاسب المعتمد الذي ينظمه حالياً المرسوم رقم 2/937 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1993، والذي تم العمل به لأكثر من 20 سنة، إلا أنه لم يعد يواكب التطور الذي عرفته المهنة والممارسات الجيدة المتعلقة بها. ويهدف هذا المرسوم أساساً عفواً ويهدف هذا القانون مشروع القانون أساساً إلى أولاً توضيح مسؤوليات واختصاصات المحاسب المعتمد، وذلك لتأهيل مهنة المحاسبة ولإعادة هيكلتها وتكريس مهنيتها وإلزامها بتطبيق المعايير المهنية المعتمدة في القطاع، مع الإشارة إلى أن المشروع يمنع منعاً كلياً مزاولة المهام الموكولة للمحاسب المعتمد إذا لم يكن مقيداً في هذه المهنة أو حاملاً لصفة خبير محاسب. ثانياً، يهدف القانون إلى إنشاء منظمة مهنية تؤطر مهنة المحاسب المعتمد على شكل منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين يعهد إليها بمهمة تنظيم المهنة وتأطير المحاسبين المعتمدين، وتضم هذه المنظمة مجلساً وطنياً كما يمكنها إحداث مجالس جهوية منبثقة عنها لممارسة المهام المسندة إليها على الصعيد المحلي. ثالثاً، يحدد مشروع قانون شروط ولوج ومزاولة مهنة المحاسب المعتمد التي كما سبق وذكرت يؤطرها حالياً مرسوم، والذي سيتم نسخه على إثر المصادقة ونشر مشروع هذا القانون بالجريدة الرسمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن أحكاماً انتقالية تنص على منح أجل 10 سنوات ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لتمكين بعض المهنيين الذين لا يستوفون الشروط القانونية الضرورية لولوج المنظمة من اجتياز امتحان سنوي للكفاءة المهنية، والذي سينظم بموجب مرسوم. وفي الأخير، يعتبر هذا المشروع أساسياً بالنسبة لتأطير مهنة المحاسب المعتمد التي كما سبق كانت منظمة بمرسوم، وكانت مهام ديال المحاسب كذلك تزاول من خارج المرسوم من طرف مهن أخرى غير منظمة. اليوم من خلال هذه المحطة ديال الإصلاح سنتمكن من تأطير مهنة المحاسب المعتمد بشكل يرقى بهذه المهنة إلى مستوى متطلبات الحكامة الجيدة وتحسين الشفافية ومستوى التنظيم وتحميل المحاسب المعتمد للمسؤولية إذا ما أخلى بواجباته والتزاماته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. محترم السيد عبد الملك بكاوي، تفضل السيد عبد الملك. لم توزع. تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية بخصوص المناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 127/12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين.
إننا في فرق الأغلبية نثمن مجهود الحكومة من خلال إرادتها وتوجهها لإعادة تنظيم مهنة المحاسب المعتمد وإنشاء منظمة مهنية للمحاسبين معتمدين على غرار هيئة الخبراء المحاسبين. وهذا التوجه نحو إعادة تنظيم هذه المهنة يهدف كما اشتغلت عليه فرق الأغلبية من خلال دراسة ومناقشة والتصويت على المشروع على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى معالجة إشكالات مرتبطة بممارسة هذه المهنة، والتي تجسدت من خلال غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة وشروط الأهلية والأحكام والعقوبات. ولا ننسى أن نهنئ أعضاء اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمؤسستنا الموقرة على درجة النقاش العلمي والغني حول هذا المشروع على مستويات عدة، والذي توج بالتصويت عليه بالإجماع. حضرات السيدات والسادة، يعرف هذا المشروع مهنة المحاسب المعتمد ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى قواعد التسيير والتنظيم، كما ينص فيما يخص الصلاحيات على أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تمارس السلطة التأديبية إزاء المهنيين على مستوى المجالس الجهوية التي تمارس هذه السلطة إزاء المحاسبين المعتمدين وشركاتهم في حالة ارتكابهم أخطاء مهنية أو لم يحترموا الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزم بها أعضاء المنظمة، وخصوصا خرق القواعد المهنية والإخلال أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها في مدونة الواجبات المهنية، وأيضا لعدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المحاسبين المعتمدين في مزاولة مهامهم. وتبعا لذلك، لا يجوز لأي شخص حمل لقب محاسب معتمد وممارسة المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مسجلا في قائمة المحاسبين المعتمدين المنشأة بموجب هذا المشروع قانون. كما أفرد المشروع قسما متعلقا بتسييره هيئة المحاسبين المعتمدين وطرق تسجيل واختصاصات الهيئة بشأن الانضباط، فضلا عن الأحكام الانتقالية للمهنيين الذين يمارسون المهنة قبل نشر هذا القانون. إن هذا المشروع سيمكن من ملء فراغ تشريعي عرفه مجال مهنة المحاسبة من خلال الشروط التي تخول التسجيل في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والمتمثلة في المهنيين الحاملين بصفة منتظمة لقب محاسب معتمد في تاريخ نشر هذا القانون. المهنيين الذين يمارسون بالمغرب مهمة محاسب بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 5 سنوات والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي بعد 3 سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أو كل دبلوم أجنبي آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر. أيضا الحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية المسلم بعد 2 سنوات من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، والذي يمارسون بالمغرب مهنة محاسب بصفة مستقلة وحرة والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ 9 سنوات على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون. الحاصلين على دبلوم تقني مغربي في مادة المحاسبة أو البكالوريا التقنية في مادة المحاسبة والتدبير، والذين يمارسون بالمغرب مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ 12 سنة على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون. أيضا الأشخاص الذين لهم تكوين محاسب والذين يمارسون بالمغرب في تاريخ نشر هذا القانون مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 18 سنة في تاريخ نشر هذا القانون. حضرات السيدات والسادة، لقد تقدمنا في فرق الأغلبية ب 59 تعديل بعد نقاش مسؤول استحضر كل هواجس الرقي بمجال المحاسبة في بلادنا، ولهذا ولأهمية هذا المشروع وكونه
سينظم هذا القطاع وسيساهم في أرساء حكامته ببلادنا، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية نصوت بالإيجاب على هذا المشروع المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد النائب المحترم. باسم فرق المعارضة للنائب المحترم السيد عبد العزيز العبودي. تفضل سيد عبد العزيز. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب المحترمين، في البداية أنا ما عاديش نطول عليكم في هذا النقاش وداك الشيء، غادي نحاول نعطي البيت القصيد في الوضعية. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المعارضة. في إطار هذا المشروع ديال القانون 12/127 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المحاسبين المعتمدين. هذا القانون تعطل بزاف، والبرلمانيين يضركوه على انه دوز 20 عام و10 سنين هي 31 عام، لان الاصل ديال المرسوم كان في 3 ابريل 1993. اذا البرلمانيين حنا كمعارضه تعاملنا معاه بروح وطنيه للمصلحه ديال هذه البلاد، وانخرطنا فيه بواحد الشكل كبير، لانه اعتبرنا على انه المسك ديال المحاسبه هي اساسيه في المقاوله، وما يمكنش المقاوله تنجح الا كان هذه العمليه تبقى فوضويه. فعلا مشينا في هذا التوجه. الاشكال اللي وقع ملي تحط لنا القانون اش فيه؟ القانون وقع واحد الاشكال، وقعت ازمه في القطاع ديال مسك المحاسبه، وارتاء لوردر ديال الخبراء والمحاسبين المعتمدين اللي كانوا حسوا على انه، لانه في الحقيقه العمليه شنو هي؟ هو كل شيء كيمشي كالحسابات. علاش كل شيء كيمشي كالحسابات؟ لان النسيج الاقتصادي ديالنا المغربي كله مقاولة صغرى ومتوسطة، أي معناه اللي بقى الفرق ما بين هاد جوج ديال الكوميسارية، كاين واحد الفئة قليلة ديال المقاولات اللي كدير هادشي. من بعد ما تبان على أنه القاعدة ديال أي واحد كيجي بشكل المحاسبة، اتفق الطرفان. وجاوا لنا واحد القانون، اتفق الطرفان جوج بهم، جاوا لنا هذا اللوردر، وجاوا لنا المحاسبين المعتمدين اللي كاين طبقا المرسوم، جابوا واحد القانون متفق عليه. الإشكال اللي وقع شنو هو؟ ملي جينا للجنة، تم التعديل من طرف البرلمانيين. حيت ملي كنت كنشرح للاخوان على انه ودي راه غادي تشد الباب، عاد تشد الباب ديال المقاول ديال المحاسبين المعتمدين، ها النص كيقول لي انه عاد تشد الباب، ولكن كاينه هيئه اللي غادي تبقى على اساس انه غادي يتم دمج هذه الوضعيه كما وقع في فرنسا، كما وقع في جميع البلدان. الا ان الامر وقع تعديل. هذا التعديل شنو علاش كينص؟ التعديل كينص على انه 20 مكرر، هذا هو البيت القصيد، هو المشكل. 20 مكرر جا كيقول اللي داروه البرلمانيين، لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، داروا البرلمان. طبيعة الحال اش كيقول هذا النص؟ كيقول الحصول على الإجازة أو ما يفوقها في التعليم العمومي، اجتياز بنجاح اختيار امتحان الأهلية المنظم، وقضاء فترة تدريب لا تقل عن سنتين. شنو هو الخبير؟ الخبير هو عنده الليسونس وكيزيد 3 سنين ديال الستاج افيك الميموار، وكيصبح اكسبير ديبلومي. هذا المحاسب المعتمد اللي جبنا حنا، اللي جبنا له ليسونس وعماين والكونكور، يعني خصو اي عام ديال الستاج والميموار هو اصبح اكسبير. ملي جا هذا الارتيكل هذا قلب كل شيء، قلب المضمون كاع ديال 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 داك ديال داك النص اللي جابوا لنا. اذا هذا الشيء اعطانا واحد الاشكال. هذا النص هذا اللي دار عطى اشكال كبير. شنو هو هذا الاشكال؟ صبحنا انه في واحد الوضع اللي المحاسبين اي واحد عادي يبقى يدخل ويجي، دونك عادي يبقى يدير ليسونس دو زون ويدخل محاسب معتمد. في هذه الحاله هذه صبح خصنا نديروا هيئه، لانه الاتفاق الاصلي كان شيء هو انه خاص يكون ذاك الناس باش يسولوا الوضعيه ديالهم، وكل شيء عادي يرجع ديزكسبير في هذه الوضعيه هذه. الان اصبحنا امام مشكل قانوني، مشكل قانوني. اصبحنا اشنا هو الهيئه واشنا هي المنظمه؟ الا سمحتوا لي لان كيتبان لي مهم، غادي نعطي بايجاز اشنو اشنو مفهوم المنظمات. دابا حنا اصبحنا في اطار ديال انه المهنه غادي يبقى يدخل لها ايا كان، ولكن تحت منظمه.
احنا ودي هذه القضيه فيها نقاش علمي، المنظمه شيء والهيئه شيء اخر. هذا القانون اللي تعطلنا هو تعطلنا قانون ديال الهيئه ولكن تحت اسم منظمه على اعتبار انه اتفاق مسبق عليه، الا انه هو الحاله هذه اصبح لنا تعديل، وتعديل ملي كيمشي هذاك التعديل كيصب في الاطار ديال انه تكون هيئه. شنو هي المنظمه؟ غادي نعطيكم بعجاله. العمل ديال المنظمه والمهام ديالها تتمثل الانشطه المطلوبه تنفيذها والتي تبنى عليها المنظمه ما يحق الاهداف والخدمات الضروريه واشباع حاجات الافراد والمجتمع. وقد تاخذ النشاطات اي من الاشكال التاليه: النشاطات الاداريه والماليه، النشاطات الاعلاميه والتقنيه، النشاطات الراي والابداع، النشاطات الفكريه والتعبويه، النشاطات الرقابيه، النشاطات الاجتماعيه، مهرجانات، معارض الى اخره، النشاطات البيئيه، النشاطات النضاليه الى اخره. دونك هذو كلهم كيدخلوا في المنظمات. المنظمات شكون هما؟ عندنا منظمات رجعيه طبيعه ديالها، عندنا منظمات اصلاحيه، عندنا منظمات محافظه، عندنا منظمات ديمقراطيه، عندنا منظمات ثوريه الى اخره. دونك هذه الصفه من حيث الاداء والاسلوب كنمشي في الاتجاه. من حيث الهدف، من حيث الهدف كاين منظمات اجتماعيه كالجمعيات الخيريه والاقتصاديه والاجتماعيه مثل النقابات والمنظمات غير الحكوميه التي تسعى لخدمه احتياجات مختلفه في المجتمع. كاين كذلك منظمات سياسيه، كاين المنظمات السياسيه اللي كتجي الاحزاب والتجمعات والجبهات والحركات والتكتلات، ومنها مثلا منظمه المؤتمر الاسلامي، الامم المتحده والجامعه العربيه شمال امريكا وحزب الوفد. كاين كذلك منظمات اقتصاديه مثل اقتصاديه سياديه مثل الاوبيك، الاسيان، منظمه التجاره العالميه. المهم اذا هذا واحد التعريف بسيط على المنظمات شنو الدور ديالها. ملي كنمشيو للهيئه، الهيئه اللي علاش كنذكروا دابا هي، غادي نعطي باختصار: تتمتع هذه الهيئه بصلاحيه واسعه تأخذ مظاهر وأشكال متتعددة، تقتسم مع الإدارة والقضاء فضاء التنظيم والتشريع، وهذا اللي جانا في القانون، والزجر والعقاب، متسلحة بدعم ومؤازرة الفاعلين في الميدان، لأنها ليست نتاج قانون دولتي فحسب، بل نتاج قانون رضائي متوافق بشأنه بين الحاكمين والمحكومين والمؤطرين بضوابط الأخلاقيات والتنظيمية، أسهموا جميعا في صياغتها وبلورتها، ووقع الاتفاق بشأنها بالإجماع لأنها تشكل محصلة قواعد المهنة وأصولها. مزيان. إحنا الآن التصور ديالنا في المعارضة اش كنقولوا؟ على أنه ما يمكنش البرلمان، إحنا الدور ديالنا هو أنه المصلحة العامة للبلاد. وعلى انه يعاب علينا الا مشينا حنا ودرنا ودي مثلا واحد النص اللي فيه القانون ديالو هو هو هيئه وحنا غنصوتوا عليه منظمه. حنا هادشي اللي كنقولوا في المعارضه، كنقولوا غير من الناحيه العلميه هادشي شغلهم اللي مطروح دابا الان. الحكومه، الامانه العامه للحكومه، الاخوان من طبيعه الحال لانهم متفقين على هادشي، وهادشي كانوا داروه في الاقتراح ولكن حلوه نظرا سحبوه نظرا للالتزامات مع الحكومه وداك الشيء، حنا ما عندناش مشكل. ولكن من الناحيه العلميه ما يمكنش يسجل علينا شي واحد في البرلمان ودرا البرلمان، البرلمان ديالنا فيه اطر والناس كتعرف مجموعه ديال الاشياء، ما يمكنش ندوزوا هذه الامور هذا على الاقل للاشاره ولكم واسع النظر في القضيه. لهذا حنا بالنسبه لنا كاين واحد التناقض، وخصو البرلمان يسجل الموقف على انه الا اتخذ القانون كما كان في البدايه فكان سليما، ملي وقع عليه التعديل خصو يصبح هيئه، والا يحيد التعديل العشرين ويصبح كما كان، ولا عادي يبقى التعديل العشرين وخصو يصبح هيئه. لهذا نحن في هذه القبه باسم المعارضه كنقولوا ودي على انه كاين تناقض وخصو يتحل، وضروري انه يتحل لانه ما يمكنش يسجل علينا هذه العمليه لانها من الناحيه العلميه غير صحيحه. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم.